السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. سوف أقوم اليوم بشرح درس بعنوان لا تخف ستمر من المحور الثاني. درسنا اليوم يا أبنائي يتحدث عن الكورونا. أنا عمر أسمع الكبار في أسرتي وهم يتحدثون عن مرض اسمه كورونا. تلتقط أذناي بين الحين والآخر حديثا بالتلفزيون عن المرض ذاك الذي يقول الأطباء أن اسمه كوفيد-19. تحذرني جدتي كل يوم من الاقتراب أو اللعب مع أي صديق لي إن كان يكح أو يشعر بارتفاع حرارته، وتصر أمي عند خروجنا في أي وقت على أن نرتدي جميعا كمامات نظيفة في كل مرة، وأن نغسل أيدينا باستمرار بالماء والصابون أو نطهرها بالكحول. ذات يوم مرض أخي الصغير وكشف عليه الطبيب وطمأن أمي وكتب له الدواء اللازم. ذهبت مع أمي لشراء الأدوية من صيدلية قريبة من منزلنا، وفي أثناء حديث أمي مع الصيدلي شاهدت ملصقا على الحائط لأشخاص يرتدون كمامات مثلنا، وكتب على الملصق عبارة هي التزم فقد تجاوزناها من قبل. لم أفهم المعنى المقصود، فسألت الصيدلي عما يعنيه الملصق، فقال لي إن العالم واجه مرضا مثل كورونا منذ ما يزيد على 100 عام، عرف باسم الإنفلونزا الإسبانية. كنت أود فهما أكثر للموضوع لولا انتهى أمي من شراء الدواء، فابتسمت للصيدلي وغادرت مع أمي إلى البيت. وهناك سارعت للبحث في الإنترنت عن معلومات أكثر عن مرض الإنفلونزا الإسبانية، فاكتشفت أنه ظهر عام 1918 وانتشر بسرعة وكان شديد الفتك بالبشر لدرجة أنه أنهى حياة ما لا يقل عن 50 مليون شخص حول العالم، وهذا سبب تعريفه بأنه أخطر وباء في العصر الحديث، ولذا أجبرت الدول مواطنيها على ارتداء الكمامات لتقليل انتشار العدوى تحت شعار ارتدي كمامة لإنقاذ حياتك. فأدركت أن ارتداؤها ليس بالشيء الحديث مع كورونا، فقد سبق للعالم ارتداؤها للوقاية من الإنفلونزا الأسبانية. أغلقت جهاز الكمبيوتر وتوجهت إلى أمي وحكيت لها عما قرأته وسألتها: دائما ما تقولين لي يا أمي أن الإنسان يتعلم من تجاربه، فلما يهمل بعض أصدقاء الوقاية من الفيروس ولا يرتدون كمامات لحماية أنفسهم وغيرهم؟ أجابت أمي: في بعض الأحيان يكون الإهمال أخطر على الإنسان من المرض ذاته. ما رأيك في أن تنشر الوعي بينهم بما علمته؟ راقبتني أمي وأنا أعد لهذه الفكرة، فلا يكفي أن نعلم فقط ولكن أن نعلم الناس بما عرفناه حتى يعم الخير. ننتقل إلى المفردات. معنى تلتقط تحصل، معنى تحذرني تنبهني، تجاوزناها تغلبنا عليها، الفتح الهلاء، العدوى انتقال المرض، الوعي المعرفة، الحين الوقت، تصر تلح، يعني يقصد، الوباء المرض المعدي، الوقاية الحماية، راقتني أعجبتني، ذاته نفسه نطهرها ننظفها، أود أحب، أكبرت ألزمت، توجهت ذهبت، يعم يسود وينتشر. الكلمة ومضادها تحذرني تطمئني، إنقاذ إهلاك، الاقتراب الابتعاد، مرض تعافي، الوعي الجهل، ارتفاع انخفاض، التزم خالف، أجبرت خيرت، راقتني ساءتني. المفرد وجمع: مفرد أصل أسرة، جمع مليون ملايين، جمع شعار
شعارات جمع عبارة، عبارات جمع مرض أمراض، جمع المعنى المعاني، جمع وباء أوبئة، جمع جهاز أجهزة، جمع الحائط الحوائط، جمع البيت البيوت، جمع الفكرة الفكر. بنك الأسئلة. ما اسم المرض الذي يسمع عبر الكبار في أسرته يتحدثون عنه؟ مرض كورونا أو كوفيد 19. مما تحذر الجدة عمر كل يوم؟ من الاقتراب من أي صديق له أو اللعب معه إن كان يكح أو يشعر بارتفاع حرارة. ما المقصود بعبارة التزم فقد تجاوزنا تجاوزناها من قبل التي شاهدها عمر؟ إن العالم واجه مرضا مثل كورونا من قبل وهو الإنفلونزا الأسبانية واستطاع التغلب عليه. اكتب بعض ما تعرفه عن الإنفلونزا الأسبانية. ظهر عام 1918 وانتشر بسرعة وفتك بكثير من البشر، كما عرف بأنه أخطر وباء في العصر الحديث. ما الإجراءات التي تتبعها للوقاية من مرض كورونا؟ ارتداء الكمامة وغسل اليدين وعدم مصافحة الآخرين والتباعد الاجتماعي. إذا أردت أن تنشر الوعي بكورونا بين زملائك فماذا ستفعل؟ سأعلق لافتات للتوعية به وأكتب عنه بمجلة الحائط وأقدم فقرات عنه في الإذاعة المدرسية. ما الدليل على أن وباء الإنفلونزا الأسبانية كان خطيرا وفتاكا؟ أنهى حياة ما لا يقل عن 50 مليون شخص حول العالم، لذلك عرف بأنه أخطر وباء في العصر الحديث. ما أوجه التشابه بين كورونا والإنفلونزا الأسبانية؟ كلاهما وباء خطير يسببه فيروس وانتشر عالميا، كما يشتركان في ارتداء الكمامة يقلل انتشارهما. وبكده يكون انتهى درسنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.